هابي نيو يير، كل سنة وأنتم بألف ألف خير يا أصحاب الصغار والكبار. أنا كتير مشتاقت لكم وكتير كتير محمسة أفتتح السنة الجديدة معكم بإيميلني، برسائل جديدة، بصور جديدة، وهيك بتمنى من كل قلبي هيدا السنة تكون مليانة ببركات الرب على حياتنا كلنا بسات 7 كيدز وعلى حياتكم أنتم وعيالكم. يبارككم الرب دايما بصحة جيدة وبنجاح بشو ما كنتوا عم تعملوا، وأهم شيء يكون عندكم علاقة حلوة وقوية مع يسوع رفيقكم يلي بحبكم ويلي دايما بيهتم فيكم. خلونا هلا نبلش حلقتنا بفقرة الإيميلز، خليكن معنا. منبلش بأول رسالة معنا لليوم ليلا نغني سوا، وصلت وبقول اسمي رياض واسم أخي هو عناد، نحن من اليمن ومنشاهد دايما سات 7 كيدز وبرنامجكم، ونحن منحب أغنياتكم، أنتو أفضل برنامج على الإطلاق. شكرا كتير لكم يا مهضومين، أنا كتير بحبكم وبشجعكم تحضروا كل برامج سات 7 لأن كتير عن جد رح تستفيدوا منها ورح تعرفوا أكثر عن يسوع. كمان رسالة وصلت لسات 7 كيدز وبتقول استمروا في العمل الرائع الذي تقومون به، أحبكم سات 7 كيدز، استمتعوا بيوم رائع. كتير مهضوم إيميلك، وأنت كمان استمتع بيوم وبأسبوع رائع وبسنة جديدة كتير كتير حلوة. قصة قبل النوم، هيدا رسالة لألك. مرحبا ريتا، شكرا لك على رعاية رسالة ابني، أنا كتير بقدر حبكم الكبير للأطفال، ابني كان كتير سعيد لما قرأ الرسالة منك، وبحب سماع صوتك عندما تخبرين القصص. تكون صريحة معك، أنا كمان بحب أسمع صوتك وبحب برنامجك. شكرا لك على الهدية الثمينة. Thank you so much على هيدا الرسالة، وشو حلو أنه الكبار والصغار بيستمتعوا بكل البرامج. رسالة لأربع صديق بتقول الآب السماوي، نضع بين يديك إخواننا اللي مشتغلوا معنا بهيدا البرنامج الرائع، نحن منصلي أنه إرادتك تتم بحياتهم، ومنطلب نعمة خاصة لألهم، منصلي أنه الرب يبعث ملايكة لمساعدتهم ويجعلهم دايما ينجحوا. شو حلوة هيدا الصلاة، أمين. نحن كتير منشكركن على صلاتكن اللي هيك مبينة نابعة من قلبكن، وأكيد كل فريق أروع صديق بيشكركن وبقدركن كتير. احنا نقرأ بعد رسالة من لا يلا نغني سوا، وتقول السلام عليكم، نحن عبد النور وعبد الحق من الجزائر، هو لأصحابنا المشهورين جدا اللي منحبهم، بسميكم أنا المراسلين تبعنا بالجزائر، بقولوا نحن عم نشاهدكم من 5 سنين ومنحبكم كتير، ونشكر كل الفريق يلي عم يشتغل معكم. وقال هو حزين أنه البرنامج رح يتوقف، ما علي يا عبد النور وعبد الحق، صار في برنامج جديد هو قصة وحزورة فيكم تتابعوه، وأصلا كل البرامج سات 7 كيدز رائعة جدا، قصة قبل النوم، أروع صديق، أبطال الكتاب، وكتير كتير غيرهم. طيب لكن خلنا هلأ نروح ونحتفل مع بعضنا بالبيرثديز تبعكم تنشوف مين عيد ميلاده هيدا الأسبوع. بيرثدي لأصدقائنا ميفن فتحي أمبابي من الكويت، إيميلي وناتالي شفيق رزق من إيطاليا، لوسيندا عزيز ميخائيل من الإمارات، ماثيو ميشيل عزت من الكويت، جويس نادر ميخائيل من أمريكا، ستيف باسم أمين من الكويت، بيارو جيرح سامح شاكر من السعودية، فادي وسام عادل من السويد، توني باسم إبراهيم من الكويت، جويس رامي نعيم من السعودية، جاكي مدحت عياد من الكويت، يوليتا عبد الله بدرة من الأردن، ومريم بهاء اسكندر من كندا. هابي بيرثدي كمان لأصدقائنا من مصر، باتريك ماركو عزت،
أفرايم سامح ظاهر، كريس شادي مدحت، ماريا عماد، بارثينيا بيتر ناجح، نادي يونان، ميفن عبد المسيح نعيم، جوسيل روماني شوقي، رفيكا رامي رياض، كيفن كمال حبيب، جويس أرساني هلال، برسوم فيليب برسوم، جوني ماركو ماهر، جوي يوسف لويز، دانيال أمجد عزت، ريبيكا رامز، هولي ريمون سليمان، جويس بيتر عاطف، ماريا منير حلمي، يوئيل يسري صالح، ديلارا ألفريد، إيريني فريد حلمي، جوي وائل رجاء، مينا هشام عيسى، ناتالي شنودا هني، جويا حازم أدولف، أريانوس عادل هني، سينون ماجد سامي، سيلينا سمير صبري، مارولينا مايكل ماهر، إيريني عماد، ميرولا بيتر ناجح، سانتوس نادي ناشد بخوم، ميرولا ريمون سمير، جوي جوزيف سامح، سامويل إسحاق لبيب، أن رامز عادل، هيلي بيتر مجدي، أكساني فيليب برسوم، دربي يوسف زاهر، بارثينيا باسم، بارثينيا بيتر القصبي شوي، فيرينا مجدي نادير، فيلوباتير إسحاق ميمي، ماريا مودي سامي، ريبيكا رامز رشاد، كارن عزيز عايد، مينا منير حلمي، يؤنا يسري صالح، جيدن هاني ساويروس، لاران إيهاب مشهد، جانس مايكل وديع، جولي أيمن رشدي، مارلي شنو دهني، دورثي إدوارد مقبل، كراس علاء توفيق، بولا سامح فهيم، جوفان إبراهيم سليمان،
بريسكيلا صموئيل جرجسة، مادونا بيتر أنور، جوفاني سامح صابر، كارين عزيز عائد، ماريسيا ماجد بسادة، لاتويا راضي، جوناثان جوزيف قمرة، فيرينا كيريلوس نبيه، ميفل مينا عبد المسيح، أنتوني جورج هلال، جورج إسحاق لبيب، كيريلوس وائل وجيه، كيفن طارق موسى، آدم أشرف حفظي، وشهاب إبراهيم جرجاوي. رسالة واحدة بعد رح نقري لكم إياها قبل ما ننتقل على فقرة الصور، وهيدا رسالة من محمد أحمد لمدرستي. بقول أنا بهنيكم على هالبرنامج الرائع يلي عم تقدموه لنا إياه. بقول إنه ببين قدي في دقة بالدروس اللي عم بتحضروها اللي عم بتختاروها وتقدموها بأبسط الطرق يلي الأطفال بحبوا يتعلموا فيها. شكراً كتير على كل جهودكم اللي عم تبذلوها لتساعدوا الأباء من خلال المواد التعليمية والنفسية. واو، هيك رسالة كتير دقيقة ومفصلة، وتبين قدي صديقنا محمد عم بتابع برامجنا بدقة. وشكراً على هذا النقد الهيك صريح وحلو والبناء جداً. Thank you so على كل رسائلكم وأصحابي، عن جد أنا كتير كتير بقدر وبفرح بس تبعتولا إن كان أنتوا أو أهلكم رسائل لقلنا تنقريها مع بعضنا، لأن هذا الشي بخلي هيك علاقتنا معكم تقوى، نتعرف عليكم أكتر ونعرف ونكتشف شو الأشياء اللي بتحبوها تنقدر نقدم لكم أفضل معنا. هلأ خلينا نروح ونحضر فقرة الصور، واليوم في عنا رابح أو رابحة بالرسمة اللي بعتولنا إياها، منشوف مع بعض. أول صورة معنا من كاندي كيريلوس كمال، وكاندي كتير كتير مهضومة وحلوة، عن جد كاندي يعني سكرة قوي وعيونها كبار ومهضومين، وهيك عم تضحك ضحكة كتير مهضومة. ميرا عصام حبش لابسة فستان أبيض كمان كتير حلو، مبينة مثل العروسة الزغطورة، وحتى هيك تاج من الأزهار على رأسها. كريس مايكل فايز طبعا عم يضحك من كل قلبه، شو عفوية هيدي الصورة، أنا كتير حبيتها وبشكر أهلك اللي بعتولنا إياها. نكست إيفان عماد نصيف فكري بعت لنا صورته وهو قدام بيته يمكن بأمريكا على العشب الأخضر ولابس تيبي كتير حلوين، تحية خاصة لإلك. يوسف أسامة شحاتة كمان لابس تقم مع بابيون مزبط شعراته ومبين شاب كتير كتير حلو، بوسة كبيرة لإلك. لافينا القس هدرة عادل بعثت لنا صورتها وهي كمان بالطبيعة عم تلعب. برافو، أنا دايما بشجعكم تقضوا وقت برا وتستمتعوا بالهواء النقي والشمس. صورة من إدمو عصام حبش، وإدمو صبي كتير مهضوم مثل اللعبة الصغيرة، ومكتوب على بلوستو لايك باس يعني مثل المدير الصغير. شكرا يا إدمو. صورة من أجابي إبراهيم حسني وهي بنت كتير طيوبة، عملة شعراتها دونات ولابسة سيرفيتمان وعم تضحك من كل قلبها. صورة من بارثينيا ميخائيل مكاري وكمان هي بالبيت، وحتى شابو قبعة مهضومة كتير على راسها ومبينة كتير مهضومة. وهلأ بدي قلكن إنه عنا صورة أو رسمة من يوستينا مجدي عبيد. يوستينا رسمت رسمة فيها قوارب والقوس القزح متعدد الألوان والشمس والعصافير والأسماك والبحر، عن جد صورة رائعة جدا يا يوستينا، وبدي قلك إنه أنت الرابحة معنا، ألف مبروك لك. رسمتك رح تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، وأكيد رح نبعث لك هدية من إيميلي لك أنت، ألف مبروك لك.
أصحابي بشكركن على متابعتكن، كان برنامج كتير حلو اليوم وكتير استمتعت بكل الرسائل والصور يلي بعتوا لي إياها. رح لقيكن بالأسبوع الجاي، كونوا كتار واحضرونا. باي.